الناس اللي بتحب الاكل الهندي لازم تتابع الحلقه هاي لنهايتها. ازكى تندوري باكله بكل حياتي. العظم انكسر، العظم انكسر معايا. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ اليوم جينا وين؟ جينا على واحد من احنا بجيبور طبعا، جينا على واحد من اشهر الاماكن الموجوده، والموضوع مش هون، الموضوع انه معنا ضيوف. مين الضيوف الموجودين معنا راح يكونوا؟ كاسويس من الاردن، من الاكل التجريب، الاكل في الاردن، من المنسف منسف الى الاكل الهندي في مدينه جيبور. اليوم ان شاء الله رايحين، ايش ليش تقولوا انتم بالاردن؟ نفجر الدنيا، نفجر الدنيا بالاكل ان شاء الله. Always eat when we meet this man. Always eat. So. دائما بحكي فود بلا حدود، ما له حدود. يس، فاليوم راح نفرجيكم الاكل، واحد من احسن الاماكن الموجوده بمدينه جيبور. جايين على مطعم اسمه محمدي، فخلينا ندخل ونشوف شو الاوضاع جوا، ويلا نبلش. Italian guest, so we have to say mamma mia. Which the best dish you have? Best is the mutton white korma and the honey chicken. So the best items. طبعا الانجليزي عندهم هون ما بتفهم عليه ولا اي شيء، بس يلا مش مشكله. Okay, let's to order the best dish you have. Okay? The best dish you have. I'm not working here. I'm only I want to try. Yes, mutton and lecha. And the mutton handi. You are the owner of this place? Yes, yes. طيب بعد ما خلصنا من الفرجونا كل الاشياء جوا، صار وقت نطلع فوق وناكل ونطلع من عند المحاسب. لوك ما شاء الله، لوت اوف ماني. شو شعورك؟ شعوري اني مشتاق للاكل. للاكل؟ الله. مشتاق للاكل المليح، لانه صعب في الهند، صعب تاكل من كل مكان، ولكن بعض المطاعم اللي مثل هذا النوع تاكل فيها مرتاح. في هذا اليوم مفجرها بالاكل، خلطوها خلاطه مش نورمال يعني. ادفع. Mutton adle chaap. This one is a Mohammadi special. It is a Indian Jaipur. More popular dish and more fabulous item. As a chicken malai roasted is a fabulous also. Dish. Mutton Irani korma. This is a green gravy also, and every item make also khada masala. راح نجرب هذا الأكلة الرائعة. شو اسمها طيب؟ أصعب في الهند شيء أنك تعرف اسم الأكل، لأنه اسم غريب، ولكن طعم واو. راح نيجي على الدجاج تبعنا اللي هو تشيكن تندوري. يلا. واو واو، الطعم اسطوري اسطوري، البهارات مع اللبن، نكهة الحطب والسموك اللي فيه مش عادية. الله الله، والله رهيبة. Oh my god, it looks really red. Bismillah. Oh my god. It's so juicy, super tasty. What do you use? Secret. Secret spices. I don't want to know this secret. جماعة الدجاج طري مش عادي، عن جد اوصف لكم اياه، رهيب جدا. خلصناها، نروح على الطبق الثاني. حرام نكب العظمة، لازم نمصمصها على الأخير، نحطها على جنب ونرجع. خبزة. خبزة سخنة قدامنا طالعة مع الزبدة والصوصات والبهارات كلياتها. نغمسها بالصوص تبعنا، نقول إيش؟ يا لطيف. يس، عم ناكل أكلات هندية بالهند، إيش بدنا أحسن من هيك؟ أوووو. أوووو.
الله. انا بتعرفوني بموت بالاكل الحار، حار ولكن لطيف. الناس هو زي الإدام عندنا، بكون طبقة زيت أو طبقة زبدة معمولة مطبوخة فيه مدة طويلة جدا، بحطوا الأكل بطنجرة كبيرة كثير وبخلوها تطبخ على أقل من راحتها وبطلع معانا الطبق الثاني. نجرب نوع خبز ثاني، نروح على الطبق الثالث. هذا الطبق السبيشال تبعهم، لحم الماعز. الناس اللي بتحب الأكل الهندي لازم تتابع الحلقة هاي لنهايتها. الله. This is amazing. Yeah. Yes, that's really amazing. Which food is the best, the Indian or the Italian? Because you are Italian. Oh my God, the Italian one. Nah. Because she's Italian, she said that. No. Because Italian food is one of the best food in the world. أنا عنصرية للأكل. بسأل بالقاسم، بالقاسم أنا واسك أكل بالعالم. أكل الهندي غريب، والحاجة المشكلة اللي أنا نعاني منه الآن أني نصور والكل يأكل ويستمتع. حتى انا لازم لي ناكل من جديد. اوكي. دجاج رهيب، دجاج رهيب، دجاج رهيب عن جد. عم بحكي لكم يا الله شو فخم اللحمه والوجبه كلياتها مش عاديه. اتوقع خلينا ندخل بالاكل ونغوص هلا وبس نخلص نعطيكم الراي الثاني. ايوه يلا خلينا ننطلق. اللي صار معنا خلصنا الاكل كلياته، طلبنا كمان واحد من الشيكن تندوري لانه اقسم بالله العظيم قاتل حارق خارق متفجر. أزكى تندوري باكله بكل حياتي، حياتي كلها أنا عم بلفلف وبساور بسافر. أزكى تندوري باكله بكل حياتي. خلاص أنا بإمكاني أقعد هون وأضلني أطلع عليه وأنا مبسوط. خلاص يلا let's go. Looks so juicy. You give me the best one, yeah. Man. Because لأنه المرة الجاية راح تأخذني على إيطاليا جولة خاصة. وين؟ في نابولي. راح نروح ونجرب كل البيتزا الموجودة بنابولي، من نابولي. لأنه نابولي تعتبر واحدة من أشهر المدن الموجودة بكل إيطاليا بالبيتزا، فراح نروح هناك ونعمل جولة أنا وياها ودير بلا تطلع منظرها. وديها. We will go. يلا let's go. Guys, the food was very. مش عارفين نتكلم من الطعم، مكان رائع والطعم. أسطوري أسطوري. الناس دجاج التندوري يا باي. خليك ترقد بعد الأكل على طول. بالضبط. And even the price is fine. 20 how much we paid? 2000. روبي. إيه حوالي 22 أو 23 يورو. أنا 20 دينار. أوردو. 20 دينار. بس أكل عن جد بجنن، غالي بالنسبة لأكل الشوارع هون ولكنه عن جد بجنن. شكرا على مشاركة الفيديو. شكرا لكم. وبنشوفكم في الفيديوهات. إن شاء الله في دولة أخرى في نابولي. يس. في إيطاليا. سلام. إن شاء الله. كانكا. ايوه خلينا نبلش. طبعا احنا موضوع كليات الاكل، فراح نبلش باول طبق موجود معنا اليوم وهو زبيب كانكا. ويلا نبلش. سيور زبيب كانكا. طيب هلا راح نبلش بالطبق الاول، هو عباره عن سو هاي عباره عن خبزه عليها الماشروم وعليها الجبنه وتاكل سريع سريع. يلا كير. خرافية. هي سهلة ولكن فكرة خرافية. مشروم تزيد شوية جبن. It's the best food for winter time. Exactly. Warm, warm and yeah. Fresh and crispy and soft. Allah. All together. Zabi kanka. The good promotion. So, احنا ما رحنا على ايطاليا ولكن ايطاليا جبناها لعندنا. على وين؟ بس ايش رح ناكل هلا؟ احنا كل يوم سوف ننقض العهد والوعد، لهذا سوف نجرب مارغريتا. شكرا كبير. استردو بتعطيهم الريت، اليوم ويل جيف ذم ذا
Okay, right. You have to be excited, not like this. No, actually, guys, to be honest, when I'm tired of local food, I always eat pizza. So basically, I visited 49 countries. In everywhere I ate pizza. The pasta looks nice. I think it's Italian. It's good. No, it's really good. The pasta and the taste, it's really good. It looks Giovanna pizza, this. It's good. Nice, but it's a mistake in the tomato. فيها كثير من الطماطم تاع العلبة. هلا جينا على البيتزا هاي، طبعا هاي العجينة النابولي. اللي بيميز عجينة النابولي انه هي بتيجي من الاطراف رقيقة وبيجي هون ايش خميلة. اذا بنطلع عليها تنطول واحدة جديدة. ثواني. طلع كيف؟ من هون رقيقة ومن هون خميلة. هاي هي النابولي بيتزا. الاشي اللي طالبينها اليوم عليها صوص بندورة وعليها بتنجان والفريش موتزاريلا والبيزل او الريحان. ونقول ايش؟ بسم الله. ماما ميا. كيف انت؟ من اسخن بيتزا اكلناهم هون حاليا بالبول. جينا نشرب شوكولات بهذا المكان، طلع ايش؟ طلع انه غدا ان شاء الله سوف نعود. مسكر وانا راح تروح مسكر على اللي بعد نشوف ايش بلكن ممكن احصل شيء ثاني. طبعا يا جماعه الاجواء بهذا الشارع مش عاديه، الاضواء بكل مكان، كل شيء بضوي، الشوارع فل، الناس كلها مبسوطه. الاجواء هون بوم خارقه. اوه الشوكولاته البيضاء مع البنانا. محمد sugar. Even me, I don't drink sugar in the coffee, so I don't put sugar in the coffee, so this is really strong. فطورنا الأخير. رحلتنا الأكلية بالعالم، الأكل مع ساندويتش من عند كافينيرو. غادينيرو. So where is the next destination now? Continue this video in another country. Okay. خلاص يا جماعة. طيب احنا خلصنا، هلا صحينا من النوم، امورنا كلها صارت تمام، عم نفطر، وهلا صار وقت نحكي لكم انه هون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله بنشوفكم بالفيديوهات الجاي. كان معكم شوف فعليا من فوتبول حدود. Exactly.